إذا قصيرة ما راح تكون طويلة، لأن هي تكملة للمحاضرة السابقة، فما راح أطول عليكم إن شاء الله، كلها 10 سلايدات، وإن شاء الله راح تكون أسهل، لأنه البدايات كانت بالمحاضرة السابقة، فاليوم تكمل إن شاء الله راح تكون، راح ناخذ نكمل إن شاء الله نساعد لكم. احنا وصلنا لحد الولينج اوف المحاضرة السابقة، اليوم راح نكمل الماكروفيج اند نيوتروفيل ريسبونسز ديورينج انفلاميشن، شلون راح تصير عملية الاستجابة لخلايا النيوتروفيل والماكروفيج خلال عملية الالتهاب. أول شيء ذكرناها طبعا احنا بالمحاضرة السابقة، لكن مو بتفاصيل، راح ناخذ اليوم بالترتيب، يعني احنا حاشيها يعني على شكل توبكس وهيد لاينز. اليوم راح تكون تسلسل احداث لعمليه الالتهاب الناتجه بسبب الانفيدنجز اوف باثوجينيك فاكتور such as بكتيريا فيروس اند وات ايفر، يعني اي شيء ممكن يدخل للجسم ويسبب حاله التهاب. فشنو احداث الالتهاب اللي راح تصير؟ اول شيء the first line of defense against infection اللي هو راح تبدي عندنا التشو ماكروفيج. احنا ذكرنا بالمحاضره السابقه عندنا تشو ماكروفيج كانت على نوعين، اكو عندنا الفيكس تشو ماكروفيج وعندنا الموبايل تشو ماكروفيج. فاحنا من تدخل البكتيريا مثلا لمنطقه نسيجيه معينه، فشكو عندنا هسه خلايا ماكروفيج موجوده بهذه الانسجه القريبه عليها، راح تبدي هي الخط الدفاعي الاول، لان هي اقرب شيء لموقع الاصابه. فانفكشيوس ايجنت ايفوكس انفلاميتوري ريسبونس، حالة الإصابة هذه راح نشوف إيش تسوي، استجابة التهابية. Products of inflammation activate mobile macrophage to immediately begin phagocytic actions. يعني شنو؟ تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا أكو inflammatory mediators هي اللي راح شنو تجذب خلايا الفيكس تشو ماكروفيج ومن ثم بعدين النيوتروفيل. فهذه Products of inflammation هي اللي راح تنشط اول شيء الموبايل ماكروفيج حتى تجي لموقع الاصابه، ومن ثم راح تحول الفيكس تشو ماكروفيج يعني تقلعها من اماكنها وتحولها الى ماكروفيج ايضا حتى تبدي شنو عمليه الفاجوسايتوسيس. Next, fixed tissue macrophage break loose from their attachments and become mobile during the first hour or so. يعني في حوالي الساعة الأولى من دخول الميكروب إلى التشو. The numbers of these early mobilized macrophages often are not great, but they are life-saving. يعني أعداد الماكروفيج الموبايل اللي صارت واللي كانت أصلاً موجودة والفيكس تشو ماكروفيج اللي تحولت إلى موبايل، أعدادها بالحقيقة ما راح تكون هواية في أول بداية الالتهاب، لكن شنو هي؟ ممكن أن نقدر نعتبرها منقذة للحياة. هذا بالنسبة للفيرست لاين أوف ديفنس. ناخذ السكند لاين اوف ديفنس اجينست انفكشن اللي هو راح يجي دور يا خليه النيوتروفيل. Within the first hour from beginning of inflammation في حوالي الساعه الاولى من بدايه الالتهاب inflammatory cytokines and others attract neutrophils. شنو الانفلاميتري سايتوكين؟ عندنا خليه الماكروفاج اللي هي الموبايل وصلت الى منطقه الالتهاب وبدت بعمليه الفاجوسايتوسيس راح تفرز مواد كيميائيه الى الدم. هذه المواد الكيميائيه ايش اسميها؟ اسميها سايتوكينز. السايتوكين تنفرز من خلايا الماكروفاج اللي بدت عمليه الالتهاب. ايش راح تسوي السايتوكينات؟ تبدي تجذب خلايا النيوتروفيل من البلد فيزلز وتسحبها المن باتجاه الانفلامد تيشو. فعندنا large numbers of neutrophils begin to invade the inflamed area from the blood. Neutrophils are mature cells. احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة النيوتروفيل الموجودة بالبلد تعتبر خلايا mature. They begin their scavenger functions of killing bacteria and removing foreign matters. فهنا تبدي شو تسوي؟ تبدي بعملية التنظيف وبعملية قتل البكتيريا والتهامها يا خلية هذه النيوتروفيل. Inflammatory cytokine مثال عليها Tumor Necrosis Factor Alpha and Interleukin 1. هذول شو يسوون السيتوكينات اللي تفرزهم خلية الماكروفيج؟ قلنا انها تسحب خلية النيوتروفيل وين؟ باتجاه موقع الالتهاب. شلون الميكانيكية راح تتم؟ أول شيء راح يصير عندنا عملية أسميها المارجينيشن
ومن ثم البروسس الثانية أسميها الكيموتاكسيس. فالمارجينيشن increased يعني تتضمن increased expression of adhesion molecules on the surface of endothelial cells in the capillaries and venules. يعني راح تبدي تعبر أو تزيد cell adhesion molecules اللي هي المواد اللاصقة الخلوية، تذكروها بالكورس الأول شرحت لكم إياها، المواد اللاصقة الخلوية راح تزيدها وين؟ بخلايا الاندوثيليال سيل اللي هي شنو؟ خلايا السكوما سيل اللي تكون لي البلد كابيلاريز الأوعية الدموية. هذه شنو وظيفتها السيل ادهيشن مولكيولز؟ راح تبدي ترتبط ويا مادة أسميها الانتجرين موجودة على سطح خلية النيوتروفيل حتى تلزق خلية النيوتروفيل على الاندوثيليال، يعني تلزقها بجدران الأوعية الشعرية الدموية. مثال هذه السيل ادهيجن مولكيولز اكو ماده اسميها السلكتينز اند الماده الاخرى اللي هي انترا سيلولار ادهيجن مولكيول 1. واضح؟ راح يزداد تعبير السيل ادهيجن مولكيول على بلاد كابيلاريز حتى ترتبط ويا ماده اسميها الانتجرين موجوده على سطح خليه النيوتروفيل وتبدي تلصق كل خليه النيوتروفيل على جدران الاوعيه الشعريه الدمويه حتى تبدي بروسس أخرى اللي هي شنو ذكرناها أيضا بالمحاضرة السابقة. This enhances diapedesis اللي هو خروج خلية النيوتروفيل من البورز اللي موجودة بالبلد كابيلاريز وتروح باتجاه شنو تطلع من البلد كابيلاري حتى تروح إلى الانفليمد تيشو أريا. واضح؟ فهذه الميكانيزم This loosens the intracellular attachment between the endothelial cells of the capillary and the small vessels. This allowing opening large enough for neutrophils to travel directly from the blood into the tissue spaces. تجي البروسيس الثانية اللي بعد عملية المارجينيشن اللي ملخصها أنه يزداد تعبير السيل ادهيجن مولكيول وترتبط بمادة الانتجرين موجودة على سطح خلية النيوتروفيل حتى يصير اتساق لها وبتبدي عملية الدايابيتيسز اللي هي انه خلية النيوتروفيل تبدي تمد اقدام كاذبة عن طريق البورز اللي موجودة بالبلد كابيلاريز حتى تطلع من البلد كابيلاري. هسه نحن احنا طلعت خلية النيوتروفيل من البلد كابيلاري، شنو البروسيس الثاني اللي حيصير؟ حيصير لها كيموتاكسيز، عملية جذب او انتحاء كيميائي يجذبها لمن؟ الى المنطقة الملتهبة. واضح؟ فهنا النيوتروفيلز directed to the injured tissues by what? By chemotaxis. Thus, within several hours after tissue damage begins, the area becomes well supplied with a neutrophil. يعني بعد مرور كم ساعة، يعني بضع ساعات من بداية الالتهاب راح تكون المنطقة النسيجية مجهزة بشكل كافي بخلايا النيوتروفيل. هسه ايش راح يسوي لنا النيوتروفيل احنا بهاي المنطقه اللي انجذبت لها؟ acute increase ملاحظه acute increase in number of neutrophils in the blood called neutrophilia، زياده خلايا النيوتروفيل بالدم اطلق عليها بالنيوتروفيليا. النيوتروفيليا increase the blood's neutrophil count within a few hours after the onset of acute or severe inflammation. blood neutrophil count sometimes increase 4 to 5 fold. يعني بهالحالة نتيجة انه هذا عملية الانتحاء الكيميائي وعملية المارجينيشن راح يزداد عدد خلايا النيوتروفيل ممكن ان يتضاعف الى 4 أو 5 أضعاف، اي يزداد ب 15000 الى 25000 خلية بالمليمتر المكعب الواحد. يعني من اسوي الشخص اللي عنده حالة التهاب جدا حادة راح القى النيوتروفيل كاونت تقريبا 90% من الوايت بلاد سيل كاونت اللي هو التوتال مالتهم. الميكانيزم products of inflammation enter the bloodstream transported to the bone marrow. products of inflammation نفسها هي الانفلاميتري ميدياتر اللي ذكرت لكم اياها بالمحاضره السابقه، راح تروح للبلاودستريم وراح ياخذها البلاد المن الى البون مورو، وايضا ذاكرها بالمحاضره السابقه الميكانيكيه، وبالتالي راح تطلع خلايا النيوتروفيل اللي تم انتاجها بالبون مورو وتسحبها الى الدم، ومن ثم ب البروسيس اللي هي المارجينيشن والكيموتاكس ذكرنا انه راح تطلع نيوتروفيل الى الانفليم تشو اريا. واضح؟ The third line of defense against infection، احنا طبعا خليه النيوتروفيل من توصل لموقع الاصابه شنو دورها؟ راح ايضا تقوم بعمليه الالتهام، لكن الفاجوسيتيك بروسيس بالنسبه للنيوتروفيل
يعني less powerful than macrophage. الماكروفاج ال powerful phagocytic process مالتها راح تكون كلش أقوى مقارنة ويا خلايا النيوتروفيل. نجي هسه ال third line of defense against infection. إحنا ذكرنا ال first line كان شنو اللي هو ال phagocytic process by fixed tissue macrophage and mobile tissue macrophage. وال fixed tissue راح تتحول إلى mobile. اللي هي هسه شنو ما كان الدور الاول للماكروفاج اللي موجوده فقط بالانسجه. الدور الثاني كان لمن؟ الى النيوتروفيل، صار بها عمليه مارجنيشن وعمليه كيموتاكسيس ودخلت الى منطقه الالتهاب وقامت بعمليه الفاجوسايتوسيس. هسه ناخذ الثيرد لاين اوف ديفنس اجينست انفكشن، يجي يا دور اسميها سكند ماكروفاج انفيجن. هسه راح يجي دور خلية الماكروفاج، بس يا ماكروفاج اللي هي بالاصل مونوسايت غير ناضجة موجودة بالبلد، راح يجي الدور مالتها، تعتبر اللي هو الثيرد لاين اوف ديفنس، الخط الدفاعي الثالث. شلون راح يصير؟ او شلون حيجي؟ مونوسايت فروم ذا بلاد انتر ذا انفلام تشو، راح تدخل المن؟ تروح الى المنطقة الملتهبة. And after 8 hours enlarge to become macrophage. بعد 8 ساعات راح تبدي تنضج وتتحول الى خلية macrophage، يعني لها قابلية على الالتهاب. The storage pool of monocytes in the bone marrow is much less than that of neutrophil. يعني مخزون المونوسايت بالبون مورو اقل بهواية من مخزون النيوتروفيل. Thus the building up of macrophage in the inflamed tissue area is slower than of a neutrophil, requiring several days to become effective. يعني عملية تكوين خلية الماكروفاج وتكوينها من البون مارو حتى توصل إلى التشو أريا، الانفلام تشو أريا تطول، تحتاجها بضعة أيام يلا تبدي تكون شنو يعني تقوم بعملية الفاجوسايتوسيس والأعداد مالتها تكون كافية. After several days to several weeks يعني بعد مرور بضعة أيام أو أسابيع the macrophage finally come to dominate the phagocytic cells of the inflamed area because of a greatly increased bone marrow production of a new monocyte. إحنا قلنا عملية طول عملية إنتاج macrophage أو زيادة أعدادها اللي هو بالنسبة للخط الدفاعي الثالث، فراح تستغرق العملية فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى بضعة أيام إلى أسبوعين حتى تبدي تتجهز خلية المونوسايت إلى الانفلام تيشو اريا. ماكروفاج هنا شنو وظيفتها بالخط دفاعي الثالث؟ كان فاغوستايز far more bacteria about 5 times than a neutrophil and larger particles including even neutrophils and large quantities of necrotic tissue clear، يعني بما معناه clear the inflamed tissue. هسه هنا دور خلية الماكروفاج اللي هو كخط دفاعي الثالث اللي هي بالاصل كانت مونوسايت ونضجت، ايش راح تقوم؟ راح تبدي تسوي عمليه فاجوسايتوسيس لكل خلايا النيوتروفيل اللي كخط دفاعي ثاني ولخلايا الماكروفاج الاولى اللي كانت كخط دفاعي اول، وايضا تبدي شنو هو تنظف الانسجه من النكروتيك تيشو. يعني شكو انسجه تحللت او تلفت نتيجه عمليه الالتهاب، فهنا وظيفتها شنو هو؟ وظيفتها كلير ذا انفلامد تيشو. Also the macrophages play an important role وهذه خطوة مهمة جدا in initiating the development of antibodies. هنا يعني أول البروسيس اللي المهمة إلها اللي هو clear the inflamed tissue، يعني التهام كل خلايا الماكروفاج الأولى والنيوتروفيل الأولى اللي التهمت ال invading pathogens. نفس الوقت لها دور مهم جدا بشنو؟ بعملية تكوين الأجسام المضادة، تحفيز تكوين الأجسام المضادة. هي بالحقيقة ما تكون أجسام مضادة، عندنا خلايا الليمفوسايت اللي تكون أجسام مضادة، بس فتبدي هنا شو تسوي؟ تحفز بإنتاج الأجسام المضادة. Fourth line of defense against infection. هسه راح يجي الخط الدفاعي الرابع اللي هو increase the production of granulocytes and monocytes by the bone marrow، يعني تعزيز للعملية الالتهابية كدفاع اللي هو زيادة إنتاج كل من خلايا الجرانيولوسايتس and monocytes مين؟ من البون مورو. شو راح تصير؟ stimulus from inflamed tissue stimulates progenitor cells of the bone marrow. وجود الالتهاب راح يحفز لنا
البليريبوتنت هيماتوبايتك ستيم سيل حتى شنو تنتج لنا جرانيولوسايتس اند مونوسايتس. These cells are committed to form granulocytes and monocytes. The process requires 3 to 4 days for this cell to leave the bone marrow. العملية تتطلب 3 إلى 4 أيام حتى تبدي تنسحب أو تتكون أو يزداد تكاثر خلايا الجرانيولوسايت والمونوسايت من البون مارو. As long as the stimulus continues, the bone marrow continues the production of these cells. طالما موجود الالتهاب راح يبقى البون مارو ينتج شنو الخلايا اللي هي الجرانولوسايت الجرانولوسايت والمونوسايت. The production rate can continue for months and even years. ممكن ان يستمر الانتاج لاشهر او سنوات حسب الالتهاب اللي موجود. The production rate can be 20 to 50 times the normal. يمكن ان يضاعف الانتاج ما بين 20 الى 50 عن الحد الطبيعي. واضح طلاب؟ هذا كخط دفاعي رابع اللي هو تعزيز للمناعة، يبنوا إنتاج الخلايا المناعية الجرانيولوسايت والمونوسايت من البون مارو. واضح لهنا طلاب؟ من الفيرست لاين تو فورث لاين واضح الشرح؟ نعم دكتورة واضح. تمام، هذا عندنا التيبل هو ملخص للأحداث اللي هسه ذكرناها، فهذا ماكو داعي أقعد أعيد لكم إياه وأشرحها، فهذا أنتم تطلعون عليه وكأنه ملخص يلخص لكم كل الفورث لاين اللي صارت. واضح؟ ماكو داعي نقعد نعيد ونسقط بين الحكي. هسه راح ناخذ الفيدباك كنترول اوف ذا ماكروفاج اند نيوتروفيل ريسبونسز. شلون راح يصير عملية السيطرة على الأعداد أو تحفيز لخلايا الماكروفاج والنيوتروفيل؟ Five factors have dominant roles in feedback control of the macrophage response to inflammation. عندنا 5 عوامل هي تسوي لنا سيطرة التغذية الرجعية أو نقدر نسميها لإنتاج خلايا استجابة خلايا الماكروفاج للالتهاب. عندنا أول شيء تيومر نكروسيس فاكتور ألفا اللي هي تعتبر من ضمن الإنفلاميتري ميدياترز، والإنترلوكين 1 أيضا من ضمن الإنفلاميتري ميدياترز، وعندنا الجرانيولوسايت مونوسايت كولون ستيميليتنج فاكتورز اللي هي راح تحفز البون مارو على انتاج شنو؟ على انتاج النيوتروفيل والمونوسايت. وعندنا جرانيولوسايت كولون ستيميليتنج فاكتور، يعني هي تقريبا شلون احنا نقول الكولوني فورمينج يونت، فاكو فد شيء ستيميليتنج الها هو يحفزها حتى تنتج الخلايا المسؤوله عليها. فعندنا الجرانيولوسايت كولون ستيميليتنج فاكتور، طبعا هو راح يحفز المن. هسه عندنا مثلا الكولوني مونوسايت الجرانيولوسايت مونوسايت كولون ستيميليتنج فاكتورز اللي هو رقم 3 راح يحفز منه، يحفز الجرانيولوسايت اللي هي النيوتروفيل ويحفز المونوسايت حتى شنو تتحول خلايا البليريبوتنت الى كولوني فورمد يونت جي ام. وعندنا الجرانيولوسايت كولون ستيميليتنج فاكتور راح يحول لنا الكولوني جرانيولوسايت فورمينج يونت حتى تنتج خلايا جرانيولوسايت، والمونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتورز اللي هو راح يحفز ايش؟ راح يحفز المونوسايت. بصوره عامه نمبر 3 4 5 يسوون لنا عمليه تحفيز للبون مارو حتى ينتج خلايا كل من الجرانيولوسايت اند مونوسايت. واضح؟ الفيدباك اخر شيء اخر سطرين ستيمولس يعني محفز اللي هو باثوجين دخل الى الجسم، صار عندنا انفلاميشن activate cells نشطت الخلايا اللي قريبة بالنسيج من عنده اللي هي ذكرناها الـ first line، ومن ثم صارت بعدين استجابة للـ bone marrow response، بعدين production of defense white blood cells will help remove the cause of inflammation، ومن ثم تساعد هاي كليتها تسبب يعني بالتخلص من أسباب الالتهاب. بعدين remove the stimulus، الستيمولس راح يروح ينتهي اللي هو الباثوجين، راح شنو بعدين stop bone marrow production، راح يتوقف بعد ما انقتل الباثوجين او كل الـ invading pathogens راح تنتهت من المنطقة الملتهبة، راح يبدي بعد شنو عندنا لان راح تتوقف الـ inflammatory mediators، فما راح تصير بعد عندنا stimulating factors بالـ bone marrow بانه ينتج خلايا جديدة. واضح لهنا؟ نكمل. هسه راح ناخذ عندنا الـ formation of pus. شلون راح يتكون البص اللي هو نتيجة الانفيدرز واللي هو الستيمولس وصارت عندنا عملية الانفلاميشن نتيجة الانفلاميشن هو هيك راح ينتهي؟ لا،
اكو فتشي راح يصير اللي هو تكوين القيح formation of pus after engulfment of large numbers of bacteria and necrotic tissue. احنا هنا بعد ما تمت عملية الالتهاب لمعظم البكتيريا والأنسجة اللي اتضررت ايش راح يصير؟ all the neutrophils eventually die. كل خلايا النيوتروفيل شنو صار بها؟ ماتت. Many if not most of the macrophages eventually die. أيضا عندنا خلايا الماكروفاج هنا شنو؟ أيضا ايش صار بها بعد عملية الالتهاب؟ ماتت. Several days بعد بضعة أيام after inflammation begin من بداية الالتهاب a cavity is often excavated in the inflamed tissue. راح يتكون تجويف في المنطقة الملتهبة. Containing ايش يحتوي هذا؟ Varying portions نسب مختلفة من النكروتيك تشو dead neutrophils and dead macrophages وعندنا تشو fluids. هذه المكونات الأنسجة المتنخرة أو الميتة والتالفة وعندنا النيوتروفيل والماكروفاج الميتة اللي قامت بعملية الفاجوسايتوسيس إضافة إلى سوائل النسيجية الموجودة بالمنطقة الملتهبة كلها مجتمعة تتكون لي مادة جديدة أسميها البس اللي راح تتكون في تجويف موجود بالinflamed tissue area اللي هو القيح. Several days after suppressing the infection the dead cells and necrotic tissue are autolyzed. راح يبدي يتحلل النكروتيك تشو الموجودة والخلايا كلها الموجودة تبدي تتحلل. The end products are eventually absorbed into the surrounding tissue and lymph. يعني هاي الأنسجة المتحللة إذا ما طلعت لي برا ممكن إنه راح تروح شنو تتحلل وتمتص من قبل الأنسجة المحيطة الموجودة بها واللم. Most of the evidence of tissue damage is gone. وبعدين كل هذه الأحداث والأنسجة اللي تلفت والخلايا الموجودة كلها راح شنو راح تبدي تنتهي ويرجع النسيج إلى حالته الطبيعية. هسه ناخذ الإيوسينوفيلز اللي هي white blood cells لكن شنو النسبة مالتها؟ 2% of all blood leukocytes نسبتها 2% من total leukocytes. Phagocytic power weak عملية الفاجوسايتوسيس إلها ضعيفة. Chemotaxis إلها قابلية أنه تسوي عملية التحاق كيميائي لباقي الخلايا. والسيتوبلازميك جرانيولز ار موديفايد لايسوزوم بها لايسوزوم لكن تكون متحوره يعني الانزيمات مالتها نقول تختلف نوعا ما عن باقي الانزيمات الموجوده بالنيوتروفيل والماكروفاج. كونتين ايش تحتوي هذه اللايسوزوم مالتها؟ هيدروليتيك انزيم انزيمات محلله مائيا وتحتوي ايضا ماده الهستامينيز اللي هو الانزيم المحلل للهستامين. Their blood count increase أسميها زيادتها بالدم أطلق عليها بالإيوسينوفيليا. وظيفتها طبعاً وين حتكمن هنا بالباراسيتيك انفكشن بالإصابات الطفيلية. Eosinophils preventing excess spread of the parasitic infection. وظيفتها شنو؟ حماية ضد انتشار الطفيليات اللي موجود تدخل إلى الجسم. ميكانيزم شلون راح تشتغل؟ أول شيء attract to parasitic surface in larval stage through special surface molecules راح تبدي تنجذب الى الطفيل يعني الطفيل اللي موجود راح يبدي يجذبها وتنسق على سطحه عن طريق جزيئات موجوده باللارفال ستيج اللي هو الطور اليرقي بالنسبه للباراسايتس اللي دخل الى الجسم. Release clinging substances تبدي تحول تحرر الكلينج سبستانس اللي هو عن طريق اللايسوزومز اللي موجوده اللي هي الهايدروليتيك انزيمز ايضا تحتوي على الروز اللي هو الرياكتيف اوكسجين سبيشيز ذكرناها بالمحاضره السابقه اللي هي الانزيمات الحاله الخاصه بها اند لارفيسيدال بوليبيبتايد وايضا عندها انزيماتها الخاصه اللي هي تخصص بوليبيبتيدات متخصصه بعمليه تحلل الطور اليرقي للباراسايت اللي يدخل. روز ليثر رياكتيف oxygen species larvicidal polypeptide also called major basic protein. Why they migrate there? ليش راح تهاجر هناك؟ tissue parasitic antigenicity عندنا الطفيلي من يدخل الى الدم الى قابليه انه قابليه antigenicity يعني يعتبر حاله حال اي انتيجين ممكن ان يدخل يعني ممكن ان يحفز استجابه مناعيه. من اقول antigenicity طلاب يعني الجزء اللي دخل إلى الجسم يحفز لي استجابة مناعية واضح؟
خصوصا من يكون المولكيولر ويت مالته عالي. اذا كان المولكيولر ويت مالته كلش قليل ما ممكن ان يحفز استجابه مناعيه، لكن اي شيء يحفز لي استجابه مناعيه اطلق عليه اللي هو الانتيجينيسيتي. فعندنا تشو باراسيتيك انتيجينيسيتي كوز ذا ريليس اوف كيموتاكتيك ايجنت، يعني راح تسوي لنا ايضا عوامل جذب تجذب خلايا الايوسينوفيل في موقع وجود الطفيل. Eosinophils migrate from blood to the tissue decreased by parasites. راح تروح ايضا شلون حالها حال النيوتروفيل الى الموقع، تطلع من الدم وتروح الى موقع وجود الباراسايت. Note most parasites are too large to be phagocytized by eosinophils or other phagocytes. يعني معظم الطفيليات راح يكون حجمها كبير انه تلتهم من قبل الخلايا الايوسينوفيل. Example of parasitic diseases أمثلة عليها اللي هو الشيستوسومياسيس اللي هو البلهارزيا invade anybody's tissue in many developing countries of Asia, Africa and South America. وعندنا التريكينوسيس invade body's muscles by the trichinella parasites اللي هي البوكوام يمكن لدة الخنزير أتصور eating undercooked infested pork اللي هو اللحوم الغير مطبوخة الخنازير على أكثر. الallergic reaction هذه بالنسبة شنو هي للإيوسينوفيل. تفاعلات التحسس شلون حصير إيوسينوفيلز preventing excess spread of the local inflammatory process by راح تقلل من عملية انتشار الالتهاب نتيجة دخول الطفيل بواسطة شنو detoxifying histamine released by the mast cell and basophil. عندنا احنا خلايا الماست سيل اللي هي عباره عن خليه نفسها خليه البيزوفيل بس مستقره وين بالانسجه. من يدخل طفيلي معين انجذبت خلايا الايوسينوفيل الى موقع الاصابه وتبدي عندنا خليه الماست سيل نتيجه وجود فد اصابه معينه تبدي تفرز ماده الهستامين اللي هي تعتبر ماده مضره للجسم. فهنا من اللي راح يزيل تاثير الهستامين؟ خلية الإيوسينوفيل. ليش؟ لأنه تحتوي على إنزيم الهستامينيز. فش راح تسوي detoxifying histamine released by the mast cell and basophils probably also phagocytize and destroy allergen antibody complexes. أيضا راح ممكن إذا قابلية أنه يعني تتفاعل تلتهم معقد الأنتيجين أنتيبودي. الميكانيزم مالتها شلون حصير إيوسينوفيلز migrate from blood into the tissue showed allergic reaction such as راح تسوي تفاعلات حساسية. طبعا هي مو بس للباراسايت هنا يا طلاب، احنا ذكرنا قبل شوية انه اي مادة لها انتيجينيسيتي ممكن انه تسوي استجابة مناعية لخلية الايوسينوفيل. يعني على سبيل المثال شخص يتحسس للداس لل جسم يتحسس راح ممكن تتحفز عندنا خلية الإيوسينوفيل من أنتيبودي خصوصا للشخص اللي يتحسس من مادة معينة أو نتيجة وجود باراسيتيك انفكشن. فالإيوسينوفيل ميجريت فروم بلاد انتو تيشوز شود ألرجيك ريأكشن سش أز راح تسوي لي تفاعلات حساسية. مثال عليها البيريبرونكيال تيشوز أوف لينجز ان بيبول ويز أسما الأشخاص اللي عندهم ربو اللي هم يتحسسون لي اي ماده ممكن ان تدخل الى اللنج مالتهم. The skin after allergic skin reactions ايضا عندنا تروح الى الاشخاص اللي عندهم حساسيه بالبشره. Why they migrate there؟ ليش تروح الايوسينوفيل هناك؟ Tissue mast cell and blood basophil participate in allergic reactions تترسب بالحالات تفاعلات الحساسيه كل من خليه البيزوفيل والماست سيل. البيزوفيل يصير لها كيموتاكتيك من البلد وتروح الى المنطقه اللي صاير بها الالرجي. وعندنا الماست سيل اصلا هي اوريدي راح تكون موجوده بالانسجه. هذول التو سيلز الماست سيل والبيزوفيل they release histamine in tissue and blood تبدي تفرز ماده الهستامين بالانسجه وبالدم. شو تسوي ماده الهستامين؟ local vasodilation sensory nerve sensitization راح تسوي توسع بالاوعيه الشعريه الدمويه وعندنا تسوي ايضا تحفيز للتهيج للاعصاب اللي موجوده. They release eosinophil chemotactic factors نفسها خليه البيزوفيل والماستر راح تبدي تفرز مواد تجذب خليه الايوسينوفيل في موقع التحسس
eosinophils to migrate towards the inflamed allergic tissue. طبعاً أعراض الحساسية اللي تنتج نتيجة شنو؟ نتيجة مادة الهستامين اللي هي تعتبر كلش ضارة، تسوي احتقان بالمنطقة، توسع بالأوعية الشعرية الدموية، ارتشاح بالسوائل. يمكن نلاحظها عند الأشخاص اللي يتحسسون، مثل اللي عنده حساسية جيوب أنفية، يعني كلها تظهر عند أعراض الاحتقان بالأوعية الشعرية الدموية وحالة الإفراز اللي مرات نسميها إحنا الرينينوز، اللي هي الأنف المنطر، اللي هو تحسس نتيجة مثلا حساسية موسمية في فصل الربيع نتيجة حبوب اللقاح الكذا، كلها تبدي خلية الماسيال أول ما تتحسس للأنتيجين اللي دخل إلها تبدي تفرز الكيموتاكتيك فاكتور، تسحب الإيوسينوفيل في منطقة الإصابة حتى تقضي على الأنتيجين اللي دخل، وبنفس الوقت تعادل مادة الهستامين اللي تحررت نتيجة تفاعلات الحساسية من قبل الماسيل والبيزوفيل. هسه راح ناخذ البيزوفيل، الكاونت مالتها هو 0.4% of the of all the blood leukocytes، نسبتها كلش قليله بالدم، تتراوح ب 0.4 مقارنه ويا باقي خلايا الدم. فاجوسيتيك باور حالها حال الايوسينوفيل ويك. كيموتاكسيس يس، لها قابليه انه تسوي عمليه انتحار كيميائي. Blood basophils are similar to tissue mast cell، هي نفسها mast cell لكن ذيك موجودة مستقرة بالأنسجة وتتكاثر هناك، بينما البيزوفيل موجودة بالبلد وتتكاثر بالدم. Basophils and mast cells cytoplasmic granule contain، ايش تحتوي الجرانيولز؟ انتم شايفيها بالبلد سمير انه تكون كليتها مائلة للون الأزرق أو البنفسجي، لأنه الجرانيولز اللي بيها راح تكون قاعدية تقبل الصبغات القاعدية، إضافة إلى نيوكلياس اللي هي أصلاً تقبل الصبغات القاعدية، فأشوفها الجرانيولز كلش واضحة باللون الأزرق أو البنفسجي. إيش تحتوي الجرانيولز مالتها؟ شنو المواد الموجودة أو الجرانيولز اللي بيها؟ تحتوي مادة الهيبارين والهستامين والبراديكاينين والسيروتونين والسلور أكتينج سبستانسز أوف أنافيلوكسز and numbers of lysosomal enzymes. Both cells، كلا الخليتين الماست سيل والبيزوفيل، liberate heparin into the blood اللي هو وظيفته شنو؟ prevent blood clotting or coagulation اللي هو يعني يمنع تخثر الدم والcoagulation بالدم داخل الجسم. Both cells liberate histamine into the blood اللي هو local vasodilation، يعني يسوي عملية توسيع الأوعية الشعرية الدموية locally في المكان اللي موجودة بيه. Basophil blood count increase basophilia، زيادة أسميها بالبيزوفيليا during allergic reactions، تزداد طبعا في حالات تفاعلات الحساسية. يعني الطبيب من يرسل للpatient يقول له سوي لي blood smear إذا شاف الإيوسينوفيل عالية، وبالذات عندنا البيزوفيل راح يلقاها عالية لأن هي نسبتها قليلة، راح يأسمي جباله إنه أكو عنده شنو حالة allergy حالة تحسس. الميكانيزم للبيزوفيل، كيموتاكتيك ايجنت انكلود ليمفوكينز فروم اكتيفيتد ليمفوسايت، هنا أنا راح تبدي تتحفز للمواد الليمفوكينز اللي تنتج من خلايا الليمفوسايت اللي متنشطه، يعني اللي مسويه لنا اجسام مضاده، وايضا تتحفز للكومبلمنت فراجمنتس اللي هو الكومبلمنت فيكسيشن. وين ما اكو عندي طلاب خليها قاعده ببالكم، وين ما اكو عندي معقد انتيجين انتيبودي اكو عندنا الكومبلمنت فاكتورز. فهنا الكومبلمنت فراجمنت او الفاكتورز اللي هو السي 5 اي، وعندنا انا شرحت لكم اياها بالمحاضره السابقه، وعندنا ايضا شنو هو اليوكوترينز اللي هو ال تي بي 4 ايضا تفرز عن طريق خلايا اليوكوسايت الاخرى. The antibodies immunoglobulin E اللي هو IgE that causes allergic reactions attached to mast cells and basophil. عندنا احنا الانتيجين دخل الى الجسم، تكونت خلايا الليمفوسايت، خلايا كونت بي ليمفوسايت، كونت انتيبوديز. الانتيبوديز ترتبط ويا من؟ ويا الانتيجين. شو تكون؟ انتيجين انتيبودي كومبلكس. شو ارتبط ويا بعد؟ ارتبط ويا الكومبلمنت فاكتورز او فراجمنت. وين حيروح هذا الانتيبودي؟ هنا عندنا خليه الماست سيل، مو مثل الماكروفيج. ذكروا بالمحاضره السابقه ذكرت انه معقد الانتيجين انتيبودي اذا ارتبط ويا الفراجمنت الكومبلمنت 3 راح يصير عمليه التهام لهذا المعقد من خليه الماكروفيج، بينما عندي خليه الماست سيل اللي موجوده بالانسجه اللي دخل لها انتيجين وكونت عندي خليه البي ليمفوسايت انتيبودي وكون معقد انتيجين انتيبودي،
هنا هذا المعقد الانتيجين انتيبودي، الانتيبودي اللي هو تحديدا الاي جي اي، احنا عندنا خمس انواع من الانتيبوديز. الاي جي اي هو اللي راح يتخصص بتفاعلات الحساسيه. الاي جي اي له ريسبتورات موجوده اليمن على سطح خليه الماس سيل، فراح يجي يرتبط الانتيبودي اي ويا مرتبط الانتيجين على سطح خليه الماس سيل. الماس سيل هنا بعد ما يرتبط عليها معقد الانتيجين انتيبودي، وقلنا تحديدا اللي هو الاي جي اي، راح يبدي يتمزق غشاء خليه الماس سيل ويحفزها انه تفرز المحتويات اللي موجوده بداخلها، ومن ضمنها شنو هي تحديدا ماده الهستامين اللي تسوي اعراض الحساسيه. فعندنا الانتيبوديز اميونوجلوبولين اي ذات كوزز الرجيك ريأكشن اتاش تو ماس سيلز اند بيزوفيل. Antigen antibody reaction causes cell rupture and release of granular substances. تبدي تحرر المواد اللي موجودة داخل الجرانيولز اللي موجودة داخل خلية الماسل والبيزوفيل. These substances cause local vascular and tissue reactions that cause many, if not most, of the allergic manifestations. واللي هي تبدي تظهر عندنا أعراض الحساسية. سواء كانت على السكن او سواء كانت باللونج للاشخاص اللي عندهم اسما، او سواء كانت بالنوز للاشخاص اللي عندهم الرجيك رينايتس. هسه راح ناخذ اليوكوبينيا ك يعني وجهه نظر عامه، يعني مو تفاصيل كلش، اللي هي ديفينيشن لو بوند لو بلاد كاونت اوف بلاد وايت بلاد سيلز، اللي هو شنو هو نقص في عدد خلايا الدم البيض اللي هو low bone marrow production، يعني نتيجة نقصان في الخلل بالبون مارو لإنتاج خلايا الوايت بلاد سيلز. الكونسيكونس leaves the body unprotected against many bacteria and others invaders. راح تخلينا بهالحالة الجسم شنو ما عنده حماية كافية لمهاجمة البكتيريا and other invaders، أو أي جزء غريب ممكن أن يدخل إلى الجسم. All the mucous membrane of the body are constantly exposed to large numbers of bacteria. كل الأغشية المغطية اللي موجودة بالجسم راح تكون معرضة للإصابة بالعديد من البكتيريا. Mucous membrane, mouth, nipple mouth, the entire GIT, especially the colon, vagina, urethra, eye, respiratory tract, bacteria like various spirochetal, pneumococcal, ستريبتوكوكال بكتيريا، اي كولاي، راح تكون هاي الانسجه اللي ذكرناها معرضه للاصابه بهذه الانواع البكتيريه بكل سهوله في حاله نقصان انتاج البلد سيلز من البون مارو. Any decrease in number of white blood cells immediately allows invasion of adjacent tissue by bacteria. اي نقصان بكريات الدم البيض باي منطقه راح تسمح بتكاثر البكتيريا بتلك المنطقه. Within 2 days after the bone marrow stops production white blood cells, اللي هي اليوكوبينيا نقصان كريات الدم البيض، بعد يومين من دخول البكتيريا لهذه الانسجة اللي ذكرناها، mucous membrane ulceration ممكن أن تحدث، تقرحات بالأغشية المخاطية. Severe respiratory infection might develop، يعني ممكن إصابات كبيرة بالجهاز التنفسي تحدث. Bacteremia اللي هي بكتيريا from the ulcer rapidly invade surrounding tissue and the blood. وها كلش خطر الحالة انه البكتيريا من راح يعني سوت تقرحات بالأغشية المخاطية وبالأنسجة المحيطة بها وتدخل إلى الدم. Septicemia بكتيريا وتوكسيا released into the blood، إحنا تسمم الدم نسميها اللي هي سموم البكتيريا نتيجة تكاثر البكتيريا بأعداد هائلة وبعب الجهاز المناعي نقص به أعداد كريات الدم البيض، راح يسوي لي سبتسيميا اللي هو دخول السموم البكتيرية تتحرر إلى البلد. Without treatment دون المعالجة death often ensues، يعني هنا راح تحدث حالة الوفاة in less than a week، في أقل من أسبوع after acute total leukopenia begins. يعني في غضون أسابيع بسيطة ممكن يعني أو أسبوع ممكن أنه يتوفى الشخص نتيجة شنو نقصان كبير بإنتاج كريات الدم البيض. Pathophysiology bone marrow شنو سبب حالة اللوكوبينيا؟ Pathophysiology bone marrow depression يعني تثبيط بالبون مارو، أسميها bone marrow aplasia يعني عدم انقسام خلايا البليريبوتنت هيماتوبويتيك ستيم سيل الموجودة بالبون مارو، ما راح تبدي تتقاسم، يعني نسيج البون مارو راح يكون قليل فأبليجيا صايرة بيه. أسبابها
radiation of the body by X-rays or gamma rays. ليش احنا دائما نقول الأشعة؟ ما يصير واحد على طول ياخذ أشعة لأنه ممكن تسبب هاي الحالة. Exposure to drugs and chemical that contain benzene or anthracenes, nuclei, هاي كليتها ممكن تأثر. Chloramphenicol هو يعتبر antibiotic مرات ينطون للأشخاص اللي بيعدهم typhoid fever, salmonella وشقلة وغيرها، لكن هذا الانتيبايوتيك ممكن انه شنو يسوي عندنا؟ low blood count يعني low bone marrow production. عندنا ايضا الثايويوراسيل used to treat thyrotoxicosis احد علاجات الهرمونات اللي هي نتيجة حدوث تسمم ب او الهايبر برودكشن اوف ثايروكسين فروم ذا ثايرويد جلاند. ينطوا الثايويوراسيل ممكن ان يسبب لنا نقصان بكريات الدم البيض. Various barbiturates, hypnotics on rare occasions. طبعا مادة كيميائية تستخدم ببعض العلاجات ومرات طلبة الدراسات العليا هواي يستخدموها بأبحاثهم، لكن التعرض لهذه المادة ممكن أن يأثر. عندنا الـ prognosis after moderate injury and removal of the cause recovery وبعد الشفاء. Undestroyed myeloblasts and hematocytoblasts are capable of regenerating the bone marrow. لكن ممكن هذه المؤثرات اللي انه بعد الشخص انه ما يتعرض لها يتوقف عنها ممكن انه يعيد البون مورو النشاط مالته وتبدي عمليه تكوين جديده لكريات الدم الحمراء، يعني تبدي تتعزز المناعه شويه شويه. التريتمنت ترانزفيوجنز بلس انتيبايوتكس هنا ضروريه جدا للشخص اللي عنده لو بون مورو برودكشن انه اما ينقلوا له دم او ويطوب نفس الوقت وياها انتيبايوتكس اند اذر دراكس تو وورد of infection حتى تتخلص من الإصابة، لأنه الجهاز المناعي الطبيعي مدى يشتغل. فهنا شنو هو ينطو transfusions and antibiotics. Within weeks to months the newborn marrow return normal blood cells concentration. بعد ما راح يزول المسبب يرجع البون مورو يعيد لنا التركيز الطبيعي لخلايا الدم. واضح طلاب؟ هسه ناخذ اللوكيميا. كلكم سامعين دي definition uncontrolled production of white blood cells عكس حالة اليوكوبينيا انه هنا لا راح يكون الوايت بلد سيلز البرودكشن مالتها uncontrolled يعني غير مسيطر عليها عملية انتاج لخلايا الدم البيض بشكل كبير. blood picture greatly من اسوي blood smear greatly increase numbers of abnormal white blood cells in the circulating blood يعني زيادة باعداد كريات الدم البيض بالدم. الباثوفيزيولوجي cancerous mutation طفرات مسرطنة of amyloginous or lymphogenous cells الخلايا الميلوجينوس اللي هي تكون لنا الجرانيولوسايت وعندنا ممكن ان تكون الخلايا اللي تكون طبعا ديش الميلوجينوس الجرانيولوسايت والمونوسايت وعندنا الليمفوجينوس اللي هي تكون لخلايا الليمفوسايت ممكن تكون بها طفرات تؤدي الى الخلايا المولدة للجرانيولوسايت والمونوسايت الموجودة بالبون مورو والليمفوسايت ايضا انه تبدا تنقسم بعمليه انقسام غير مسيطر عليه. التايبس هنا راح يكون عندنا على نوعين لمفوسيتيك اند مايلوجينوس لوكيميا. The lymphocytic leukemia caused by cancerous production of lymphoid cell يعني زياده بانتاج خلايا اللمفويد سيل usually beginning in the lymph node عاده تبدي بالعقد اللمفاويه or other lymphatic tissue او الانسجه اللمفاويه الاخرى. Separate to other areas of the body ممكن أن تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم. وعندنا myelogenous leukemia اللي هو cancerous production يعني سرطان of young partially differentiated myelogenous cells begins in the bone marrow تبدي هنا بالبون مارو. Separate through the body ممكن أن تنتشر إلى باقي أجزاء الجسم. White blood cells are produced in many extramedullary tissue especially in the lymph nodes, spleen and liver ممكن أن تنشأ بهذه الأنسجة. والسبتايز اللي هي أنواعها ممكن أن تنقسم إلى النيوتروفيليك لوكيميا يعني زيادة بالنيوتروفيل وإيوسينوفيليك لوكيميا والبيزوفيليك لوكيميا أو مونوسيتيك لوكيميا يعني متقسم إلى أنواع الخلايا اللي تنتجها. الفيتشرز لوكيميا سيلز آر بيزاري أنيوجوال راح يكون الشكل مالتها مو طبيعي. Undifferentiated يعني differentiated يعني غير متخصصة لأداء وظيفة معينة. Not identical to any of the normal white blood cells ما تشبه أي خلية من خلايا الوايت سيل الطبيعية. Non-functional عديمة الوظيفة especially the very undifferentiated cells
ما إلها فد وظيفة تقوم بها، يعني useless، وشكلها غير طبيعي، أعدادها غير طبيعية موجودة بمسحة الدم. prognosis acute leukemia lethal، ممكن أن تكون قاتلة إذا كانت كلش حادة. The cells are undifferentiated leading to death within a few months if untreated، إذا ما تعالجت ممكن أن تكون مميتة. الكرونيك، هاي في حالة الأكيوت. الكرونيك لوكيميا the cells are more differentiated، الخلايا معظمها راح تكون متميزة، أقدر أميزها. develop slowly over 10 to 20 years، يعني ممكن أن تتطور يعني خلال 10 إلى 20 سنة، يلا يعني تبدي تميز وتبين أنه هذا الشخص عنده لوكيميا، سميها الكرونيك. بينما الحادة تظهر رأسا بشكل مفاجئ وأعراضها كلش راح تكون شديدة. الإفكتس أوف لوكيميا أون ذا بودي، تأثيراتها شنو؟ الميتاستيسز، أنه الانتقال، ممكن أن تنتقل إلى أي منطقة موجودة بالجسم. فجروث إن أبنورمال أريز أوف ذا بودي، يعني ألقاها بأي نسيج ممكن أن ألقاها. هذه هو هذا من مميزات خلايا السرطانية طبعا، أنه يصير بها ميتاستيسز. يعني الإفكت الآخر اللي هو بون بين أند إيفنتشوالي بون فراكتشر، يعني ألم بالعظام ممكن أن تصير تكسر بالعظم نتيجة أي إصابة. invade the surrounding bones، تغزو ممكن الأنسجة المحيطة، العظام المحيطة والقريبة عليها. development of infection أكيد. all leukemias eventually spread to the spleen, lymph nodes, liver and other vascular regions، وتسوي بها التهابات. severe anemia and thrombocytopenia، راح تصير عنده فقر دم شديد. وعندنا الثرومبوسايتوبينيا بليدنج تندنسي، يعني ممكن يصير عنده نقص بالصفيحات الدمويه وبالتالي زياده بالنزف. ليش؟ لانه ده تستهلك كل المواد لصالح خلايا البليريبوتنت اللي هي ذات انقسام غير مسيطر عليها على حساب الخلايا الاخرى الموجوده بالبون مارو. lack of the normal RBC and platelets production، راح تقل عندنا كريات الدم الحمر والصفيحات الدمويه. وعندنا الكاتشيكزيا اور كاكيكزيا، طبعا باللفظ اللي اليونايتد ستيتس واليونايتد كينجدوم، احنا شلون تلفظوها يلفظوها كاتشيكزيا، اللي اقصد بها لوس اوف ذا بودي ويت، ضعف اد ماسل ماس، ووهن بالعضلات، تبدي تفقد كتلتها العضلات. اند ويكنس انرجي ديبليشن، واللي هو الوهن اللي ما عنده طاقه. caused by excessive use of metabolic substances by the growing cancerous cells، بينشق مواد أيضية ممكن أن يحتاجها الجسم، وخلايا الجسم راح تستهلك من قبل شنو؟ الـ growing cancerous cells، الخلايا السرطانية النامية تستهلك كل المغذيات. deficiency of specific amino acids and vitamins، أيضا راح يصير عندنا نقص بالفيتامينات والأحماض الأمينية due to overconsumption by rapidly produced leukemic cells أكيد. وعندنا excessive utilization of amino acids by leukemic cells causes breakdown of muscle fiber، تبدي تتكسر الخلايا العضلية لأنه ما توصلها لا أحماض أمينية ولا مغذيات ولا غيرها، فتبدي تستهلك شكل بروتينات موجودة بالخلايا العضلية. That's why the leukemic tissue grow، لما تنمو الأنسجة اللي صار بها leukemia other tissues become depleted، راح تبدي توهن الأنسجة الأخرى. After metabolic starvation has continued long enough، يعني بعد ما راح يستمر عملية تجويع خلايا الجسم الطبيعية على حساب الخلايا السرطانية اللي هي دا تاخذ كل المغذيات. This factor alone is sufficient to cause death، وهذا العامل وحده كفيل أنه يؤدي إلى وفاة الشخص. واضح طلاب لهنا المحاضرة؟